مقطع ملس الجديد نزل وكله عبارة عنك لازم تشوفه الآن. أبشريبي بشوفه. شريبي أبشريبي. تربية أبو والله يا شاب عندي وجهة نظر في تربية النفس. تكفون اسمحوا لي أشرح لكم إياها. يعني يا شباب ما تحسون إني أنا إنسان. وين بتسافرون؟ بنسافر أبها أنا وبسواحل خط 11 ساعة 12 ساعة نوصل عند أمي أسلم على رجليها تكي عندها يوم. شكرا على الاشتراك. خلي أبو سواحل يسلم على راسها وبعدين أنطلق على فرسان أنا وبسواحل. طيب يوم أقول تربية النفس الربع فأنا أقصد فيها أنه مثلا أنت إنسان قول رجل أعمال وعمل عملك هذا أو العمل اللي منت فيه أو التجارة اللي انت فيها تتطلب منك أنه مثلا تداوم كل يوم 8 ساعات تراجع الشيء الفلان وتشرف على الشيء الفلان وتشرف الشيء الفلان. جاء أحد الشهور أنت معاك ميزانية معاك فلوس كثير لكنك ما أنجزت ولا شيء. لا نمت لا قعدت داوم 8 ساعات ولا أنك أشرفت على الشغل الفلاني ولا شيء. قاعد كده تحس أنك متخاذل نوعا ما لكن عندك ميزانية. من الغلط أنك أنت تروح تسافر لأنك أنت كذا أعطيت نفسك مجال أنه أي لحظة أنا أقدر أسافر فيها أي لحظة أقدر أكافي نفسي. غلط. أنت لازم تشتغل عشان تكافي نفسك. إذا ما اشتغلت ما لك حق تكافي نفسك حتى لو أن عندك فلوس الدنيا كلها. لازم أنه تربي نفسك أنه أعطيني وأنا أعطيس. ما تعطيني ما راح أعطيس. نشتغل نكافي نفسنا لا نعمل لا نكافي نفسنا. الدنيا سبالة لا ما أشتغل وراح أتمشى. هذه لي سنة فيها لي سنة ملا يا الربع أبث عندكم ما لازم اشوفك. اكيد بشوفك اسلم على خدك وخشمك وراسك يا اخوي الكبير. ايش يا ابو عايض اجعلني فدوه. الحين انا اقدر اسافر الصدق بس ما راح اسافر مع انهم راحوا افضل من ذنون هذه اذربيجان. انا اللي قلت لهم يا عيال لازم نروح سفر اذربيجان يوم من الايام. انا مشيكم انا اعلمكم وين تروحون وبعدين نروح كذا ويومين في باكو بعدين نروح شهداق بعدين نروح كذا بعدين نطلع راح ولا قاعدين يسوون نفس جدولي اللي أنا قاعد أرتبه. بنجلط لو بعد بكرة صوروا لهم في الثلج في شهداق بنجلط بدي عليهم أفتح البث وادعي أنا ولا السفر يعقب السفر تعقب أذربيجان. أرحب يا حش أرحب يا شيخ. السلام عليكم أنا من فلسطين وبدي أدخل سيفر بس ما أقدر أشتري كود تفعيل عشان رقمي فلسطيني شو الحل؟ والله يا حبيبي إني ما أدري شو الحل. صدق في حل إحنا قد حطينا العراقيين أتوقع والفلسطينيين بعد واللي من أهل الشام ما أدري وشو الإدارة شاب عندنا شو الحل؟ الحين أطلبك سفرتي سفرني على حسابك طلعت معك يوفي ذا الحين على حسابك محمول مكفول طلعت معك ذا الحين ما معي أنا قد في سفر على حساب واحد والله لمشي على طول أصور محتوى هناك يخسى يوفي إيش يخسى إيش يخسى ليش ما تبغى أحد يسافرني شكرا على الاشتراك. إلى الآن أنا ودي أجرب شعور سفرة محمول مكفل هذه ما جربتها. قال قصيم عندي لك فعاليات أنا بجاي ما أنا بجاي شكرا على الاشتراك. وإيش أسوي في القصيم؟ وإيش أسوي؟ ملا مقفصات وربع و نا 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 وتتعيس و يا ما سوي قلب الله يشغل ذا القلب يشغل ذا القلب شكرا قلب الإنسان ما هو بهذا الشكل هذا ما هو بقلب ولا هو بهذا تعبت هنا سويت في كل بث في كل مكان في كل سنابة في كل مكان خلاص يا أخي خلاص كثير القلوب كثير تعبتنا. أنا ودي أعرف ابن الذين اللي قال إن هذا قلب الإنسان. ما في قلب إنسان كذا ما في قلب إنسان بهذا الشكل. هو اللي يشغلنا هو أنت مسؤولية في ذمته. خلاص يا أخي وش ذا الأغنية بعد اصبر خلني اغير لون. انا ودي يعطيكم قلبي كله اخليه عندكم كل يوم عند
عزز اف اف العرس ماسكين خط 9 ساعات ونوصل. انتم ما تدرون ايش صار صح؟ شكرا على الاشتراك. النية بقول لكم شيء، ارحب يا ابو فهد ولي هلا بالشيخ. النية ان احنا نوصل المدينة نحضر الزواج نركب السيارة نرجع الرياض على طول، ثلاثة احنا نتناوب على السواقة. احنا وصلنا بدري المدينة، وصلنا الساعة 2 الظهر، احنا لازم ان ناخذ فندق عشان نريح شوي، وناخذ فندق قرب ما حد يسكنه، ما حد يجلس فيه، ما حد يجلس. الحمام عند خشمك والباب ما يتسكر، يعني لو دخل بسويح الحمام كلنا يا بلد كذا الباب عند خشم. بس انه لازم محتاجين يعني انه شيء سريع نرقد نريح فيه نتغدى بس، وندخل فندق والله صدق انا وتوفيق، توفيق على سرير وانا على سرير وابو سويح على الارض، لان احنا قلنا اسرع واحد يوصل فندق، فانا اول واحد وصلت، فتوفيق ثاني واحد، ما ادري كيف وصلت توفيق بالامانه، هو عنده 8 ديود وصد ومتين، بس ما ادري بسال اسرع من ابو سويح بالامانه. يعني ابو سويح يقول ما يحب السرير بعد يحب الارض، قلنا تمام. فقلنا ايوه، فحصلت مشاده بيني انا وابو سويح، قلت ايش شغل التلفزيون ولا والله لا اطلب اكل وما تاكل، والله ما شغله والله لا اكل، قلت ورب البيت ما تاكل، قال والله لا اكل، قلت هذا مو على رجال انكليت، قال هذا على مو برجال انكليت، يعني في الطاق ما تاكل، واطلب انا توفيق، قلت توفيق وش تبغى؟ طيب انا ابغى قهر، يقهرني ابو سويح، انا قاعد اسال توفيق يقول وش تبغى تاكل؟ ابو سويح يقول واحد مصقع لا تنسون، وانا اجي اقول واحد باميه حبه فحم ولا نص فحم نص شواية ينص نطلب في الساعة 2:30 وإحنا تعبانين نبغى ننام. اللي قلت اسمع يا توفيق أنت واضح إنك مصح صح، أنا بأخذ لي كسحة شوي نومة بسيطة والجوال في يدي، إذا دق بصحى، إذا ما صحيت ذكرني فيه. وطالب يبي يسوح إلا رقد، إني أرقد أنا أرقد، ما رقدت نص ساعة لجا الأكل، ما أدري إيش ذا المدينة شكلهم يطبخون في الفندق تحت في الاستقبال، أكل لذيذ مرة مطعم، وصل على طول والله ويحزني مرة ابو سويح نايم، استغفر الله العظيم، يعني كيف لازم ياكل؟ وقل ابو سويح، ابو سويح اصحيه، قم كل سعد، قم كل خلاص انت نزلت، قم كل، ما يصحى يا ولد طلبنا كثير، قم كل يا ولد يا ولد، ما صح اني اكل وارجع انسدح وارقد ويرقد توفيق. نصحى احنا اتفقنا نصحى الساعه 6 المغرب عشان نقوم من الجهاز نلبس ملابس نشتري ملابس، الا والله ما نصحى الا الساعه 8، يعني العرسان قد مشوا، العروس عروسته، العريس وعروسته قد مشوا الساعة 8، سعد قم يا توفيق، ما يقومون يا ولد قوموا الساعة 8، ينتفضون كلهم ونقوم ونوجه نفسياتنا كذا. أبو سويح اللي قهرني ايش يقول لي؟ والله صدق يقول لي تراني كليت، تراني يوم صحيت قلت لي لقمة عشان حلفي بس، يقول ما أبغاك بس إني كذا عشان، قلت أنا سمحت لك، أنا صحيتك ما صحيت، ترى أنا سمحت لك بنفسي، أنت ما حتى أنا اللي سمحت لك وقلت لك كل، بس إنك أنت ما قمت ولا وانا صاحي انت زي الكلب ما تاكل، انا يوم اني نايم تاكل في ظهري، انا في حضوري ما الا كليت بس اني ما يا اخي ما تاكل وانا صاحي. قهرني ما قال انساه. والله رحنا الزواج، حضرنا الزواج فينا طاقه 3 ساعات نمناها بس. ارحب يا يحيى، ايش اللي يا ليل احترم نفسك. رحنا الزواج واول ما طلعنا من الزواج رحنا نصلي الروضة في المسجد النبوي، هلا باللي لها الخافقي، هلا ابو شهري، هلا بالتاج راسي، هلا بعمي. نروح والله يا الربع صدق المسجد النبوي ونفتح نقاش. ابو سويحل فك الشماغ حطه على كتفه ولابس طاقيه حاط العقال فوق، عرفتوه حركه رشاش التيبي، ايه حاط العقال فوق الطاقيه والشماغ حاطه على كتفه، داخلين كلنا ريلاكسنج في مسجد النبوي، هادين قاعدين نمشي هدوء مو طبيعي. في في كان في ايش يسمونها يا اخي، في شيء يقولون عنه اللي هو كذا انت قاعد، كان في تهجد مو كيف اقوله، مو يعني لما كنا مره سكينه وطمانينه، يا سلام عليك مره، وانا رافع قالي ورا كذا وشماغي مسوي له كذا ومشمر ثوبي وقاعد امشي وانا مره كذا يعني بكل طمانينه. توفيق لا مشخص ومطق هذا طق القلاب، فانفتح نقاش اللي هو النقاش التالي، يقول النقاش يعني يقول توفيق يقول لا هذا شكل يا اسامه تدخل فيه، قلت وشو؟ قال كيف يا اخي ضبط شماغك ضبط ما ادري وشو
طبعا ابو سويحل ساكت لانه لازم يسكت، لانه هو اساسا وش مسوي؟ حاط العقال وحاط شماغ على جنب وفاكد الثوب قاعد يتمشى كذا كانه رشاش عتيبي. فانا قلت يا اخي انا في مرحله خشوع عاليه جدا، ايوه مرحله خشوع لدرجه اني ما اركز بشكلي، ابغى فقط اركز بالمكان العظيم اللي احنا فيه بالله سبحانه وتعالى، ما يحتاج انه انا اتكشخ ما في احد، ما في الا احنا قاعدين نتمشى في ذا. قام يقول لي لا يا اخي الله سبحانه وتعالى لازم انك تجيب افضل حله. فيني اقول صح يا اخي كلامك صح، ولكن لازم انا الحين ماني ما انا فاهي، انا مركز وخاشع مع الله سبحانه وتعالى، ما بركز بشكلي يا اخي. ابو سويحل يتكلم، انه يوم تكلم ابو سويحل كان ودي اخذ اصبعي وحطه في عينه، قلت طلع عينه وفق سعي. قام يقول لا لا صدق، افرض انك تضبط شكلك زي كذا افضل انك تروح الزواج ولا تروح مكان المسجد اهم من. طيب يا ابن انت قالك كذا وحط طاقيه وشماغك هنا على جنب حاطين، كيف ثوبك مفكوك كيف تقول كذا؟ ايش بك انت؟ قوات الطم على الوجه ان النفس، هذه كانت اول مشكله في داخل المسجد، داخل المسجد نود مشكله. نقول ما لكم دخل، ما لكم دخل، انا شوف العقال، شوف العقال، فكيت العقال، ايش دخل، ايش دخلك انت بيني بين الله ما لكم دخل. يوم مشي شيء في الناس اسوي الشماغ وضبط العقال واسوي كذا ثوبي وفك التشميره ودي عليهم. يا الله يا ربي ان كانوا متقصدين الا ذن، يا الله يا ربي ان ضايق علي وانا في مسجد. والله ورحنا نبغى الروضه عشان نصلي فيها، روضه شريفه، لكن انتظار زحمه يعني يبغى لنا نص ساعه عشان ندخل. فاحنا دخلنا انتظرنا الا شوي، ارسلت لهم في جروب السلام قلت يا الربع اسمه بنلحق على على القبر نزوره نمشي. شكرا عليك. صلي الوتر هنا في المكان اللي احنا فيه، مكان الانتظار، والقيام نصلي القيام والوتر ونروح نزور قبر النبي ونمشي. قالوا كلهم تم تم تم. قمت انا اصلي الوتر، اصلي القيام واختمها بالوتر، وتوفيق قام يصلي القيام واختمها بالوتر. الا بس واحد قاعد ما صلى. نشفي يلا ما عليك، قمنا مشينا وقلنا شكلي صلى. نقول ايش بك ما صليت؟ قال بصلي في الروضه داخل. قلت يا اخي ايش بك يا اخي؟ احنا قلنا هنا بنصلينا عشان بنروح القبر النبي، بنروح الروضه، الروضه. قال ما علي بيصلي داخل عند قبر النبي. قلت قبر النبي بس زيارة وندخل ونزور. خلصنا زيارة طلعنا، قال لي ليش ما قلت لنا ما اقدر نصلي داخل؟ يا ابن المفروض الحين احنا ماشيين، المفروض احنا ماشيين صلينا كلنا نفس الوقت نمشي. قال لا يا اخي انا بصلي عند قبر النبي. كيف تصلي على قبر النبي يا اخي؟ كيف تصلي على قبر النبي يا اخي؟ صلي نسلم على قبر النبي ما تصلي عليه يا اخي، هو القبلة يا اخي، كيف تصلي على قبر النبي يا اخي؟ نقعد يقول دقيقة بصلي، وقفنا وقلنا انك صلي معك احنا ماشيين، ونطالع فيه ويصلي التوفيق في الحمام، وانا قاعد على جوالي وانتظر يخلص الصلاه الين طلع ونمشي ونركب السياره. تلم يا عيال لمبات الانوار سيارتي خربانه، ما نقدر نمسك خط الحين في الليل، خلوه لين الساعه 5 الفجر نمشي. والله يا شباب موتري وانا ما ابغى صدق امر في تفتيش ونور خربان ومدري كيف، وقاعد احاول اقنعهم مطولت وقت تسمعوني وسمعوني لين اقتنعوا. تلم ايش رايكم؟ قالوا والله الصدق ودنا نمشي الحين. قلت اجل تمام، واخذ سيارتي ونمسك خط. اول ما مسكنا الخط مضارب، مش كاننا برد وتهاوشنا ومشاكل ورقدوا وسحبوا علي. والله انهم سحبوا علي، والله انهم سحبوا علي، والله انهم سحبوا علي. شوفوني احلف ها انهم سحبوا علي اني قاعد ماسك الخط الحالي بالليل، وانا المفروض انام، انا اللي المفروض انام مو هم، المفروض انا اللي انام. ورقدوا وخلوني الطريق ونفسيتي هنا. لا والله نفسيتي كانت حلوة، أني قعدت على جوالي، مو قعدت عليه وأنا أسوق يعني، مخلي داخل برامج داخل ميمي تي في، عرفتوا يا الربع هذا اللي أومي تي في بس على الجوال. والله ياهو جدول، والله ياهو جدول. اسم البرنامج هو اسمه ميمي ولا مدري ايش اسمه، ما هو يعني والله ما تبغوا نصيحتي ما بكويس، والله اني كنت اطلع منها ادخل استانس الاقي لي كم واحد ضحك معي وطقطق معه وانتم اتنفس اطلع. مو بأومي تي في يا الربع، أومي تي في هذا اللي على البي سي، لكني على الجوال له اسم ثاني، ميني شات، ميني شات. يلا شكرا على ايه هو نفسه امي صح صح 20 شهر انا طلعت هوني امس والله شايف مقطع معك. الله يمكن اتوقع رايحين برا
اي بس ريما هذا على الموقع ما ينفع عن البرنامج، البرنامج اوضح واحلى. والله اكتشفت شيء، اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. انتوا عارفين ان اغلب المشاهير او مو اغلب المشاهير، بعض المشاهير مشاهير بعض المشاهير بعض المشاهير يكون لهم اعداء يعني كثير مره، يعني لما مثلا يدخل برنامج يصادف واحد تلاقيه يسبه او يدب عليه او يطقطق عليه، او مثلا يدخل بث مع احد يطقطق عليه، او مثلا يطلع له مقطع يسبونه. انا الحمد لله وهذا بفضل الله ثم فضلكم، والله العظيم اني اصادف ناس في اي برنامج ما يسبوني الحمد لله، ارحب الله يحييك هلا باسامه هلا مدري وشو، اقسم بالله ان هذا اكثر شيء يفرحني. الى الان ما مرت على واحد او مالي كارهين كثير، ما ابغى كارهين الله يرحم والدي، ما احنا بناقصين. متى فلت باور الثانيه؟ والله ما ادري يا خلود لكني اتمنى انها باسرع وقت. هلا بياسر، هلا بدويق اللي يعرف يهدي تشتتات، الله يجعلني فدوتك يا ياسر، شكرا لك يا ابوي شكرا، كثر الله خيرك. كم طولك بحكم انك اقزم واحد في باور؟ طيب انا بقول لك طولي يا المربع، يا المربع اللي في هنا في حدود في كتفك كذا حاده، هنا هنا الحدود المربع التافه، طولي 160 مدري 161 مدري 159 مدري 170 مدري 100. لا في اكثر من اسامه، في اكثر من اسامه كثير، بس انهم لا ما لف ولا على اسامه، اسامه 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 ولا في قصيرين مثلي وفي ناس نفس طولي وفي ناس اقل مني، بس اسامه. هلا وجي، هلا بالشيخ، انت ذب على نفسك خلاص خذناها عليك. صدق صدق انا اللي اصنع الذب على نفسي ولا انت مالكم حق تذبون لي؟ اسف يا مها. مقطع ملس يا اخي، اصبري يا اخي، يا اخي اصبري وشوف الحال. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. ايه ما نزلت مقطع جديد، نزلت صورة بس.
ما نزلت سوقينها. تسع دقايق والله ما اشوف الحين. ما شاء الله عندها يوتيوب. يا شاء الله والله لا سوي سبسكرايب. شكرا على الاشتراك. ثوثو شكرا لك يا ثوثو. دام اشتراك تنوع في البث من ناحية الالعاب. ايوه بس انا صدق صدق يا الربع اتوقع انكم تتفقون معي. جراند ما احنا قاعدين نعطيها حقها. والله مفروض ان انا 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 لازم 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 في طريقة ما لازم انه نرجع السيناريوهات. لازم انا برجعها. ايش هذا؟ قلت انت بنت راح العطرة. بروح العطرة جعلني افداها. يا والله جعلني افداها. ابشري ابشري يا ملر ابشري. لا مش ذا راح فيني يا بتلة عيوني. ابشري بي والله اني اسف. بس المشكلة ما ادري كيف ارجع سيناريات. ما ادري كيف ارجع الفا. ما ادري وش ادخل الفا فيه. ما ادري. مسوي شخصية ألفا الحين. طيب ايش رايك مسوي شخصية ألفا الحين بس ما العب فيها اليوم؟ يعني ما اتوقع ان بيجي سيناريو الان. والله يمكن العب فيها بعد. نلعب ما ندري. صح صح دقيقة كان في ميوزك ابغى اسمعكم اياها. انا اتذكر 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 اصبر. ايه تذكروا باذن الله اني بشغل هالميوزك في نهاية سيناريو.
في موسيقى ابغى اشغل لكم، اصبروا خليني اشوف ايش الموسيقى بتذكر، اصبروا. اي هذه يا الله كان اسمر زياده. اوكي اسمر زياده، ما تبغى توصل، ما تبغى يوصل هي. كذا اللي على الوجه كانت اخف شوي. لا مو بهذه كانت خفيفة، هذه اللي كانت خفيفة. كذا هلا بزواعل. يا الربع اسمعوا والله العظيم انه تم، اذا تبغون والله انه تم. تعرفون شخصيه مو الاها ابو بروس تشاندلر، تعرفون بي تو، وين نخرج له اخ ولا ابن عم ولا اب ولا جد ولا، ونرجعه ونرجع مشاكل الفه معاه. لانها اختنا الصغيره ملس، والله انها اختنا واني ما اعتبرها الا مثل اختي. لطيفة لطيفة الله يسعد قلبها. أبو سواحل موجود؟ علي بالحرام لو أنك عدوي اللعنة أن ما يعدمك أحد يا أبو سواحل. ألف شوف عدوك أن ما يعدمك إلا هو إذا كان بيعدمها أحد، بيعدمك أحد. والله أنا دافع عنك لو انك كنت قاتل لي الوزارة كلها. خلاص خلاص شخصياتك عدمت كلها. ابو سواحل صرح تصريح واعتبره تم، مهما كان التصريح اعتبره تم باستثناء الاكواد والمناصب. صرح اي تصريح حتى لو كان بيشق الرول بلاي ما عليه، لانك تجيب له من هنا ومن هنا. يا شباب خلونا نسمع تصريح ابو سواحل، كنا نركز الان في الشات. مهما كان يا ابو سويح للتصريح باستثناء المناصب باستثناء الاكواد. هي نبغى نثبت زي الناس كل ما نروح للوالده. سعد سعد سعد
تعالوا بكل فخر. وكأن عكازة نائب وزير الداخلية بيدك الناهية والآمرة. أمر ينفذ وزارة سيرفرا تحت توجيها منك. ايش تسجيل دخول وزير الداخلية؟ كيف ميت وزير الداخلية نائب وزير الداخلية ميت؟ بقر انت ما تنعطى مسؤولية انت. والله انقلاب اذا رجع يا نواب. ايش بك يا نواب؟ والله انا اشتقنا له. بيني وبينه شخصية، بيني وبينه مشكلة شخصية. احذفه تكفى، مشكلة شخصية يا الربع. اصبروا شوي. ولد عمه دوسة من نادي الدواسر هو جاء. بس بشرط يا الربع رجع بشخصية أبو سواحل. وكان يعني لا، أول شيء لازم تكون خطوات اللي هي لازم أول شيء إنه ينتقم. لازم أول سيناريو تسوي والله بيني وبينك أبو سواحل إنك تنتقم له أو مو تنتقم، تحاول تعرف إيش صار للبي تو، وبعدين تصير بيني وبينك عداوة. لازم أنا وياك عداوة خلاص. ما أنا وياك ما ينفع نكون أصدقاء. لا تحرق، اسكت. طيب ما شيء شباب، ما بحرق شيء بيصير. دران ما ادري ايش بيصير والله، لكن اتحمست انه بيكون فيها سيناريو الصدق بيني وبين ابو سواحل. اتوقع انت تتذكر انت يا اخي الفا ضد اخي. اما الفا ضد بي 2 هنا، الفا ضد بي 2 هنا، الفا ضد بي 2. اسمعوا اول واحد هو اللي سبيت امي فيه يا سعد. ايوه هذا هو. هل تبغون نحط شروط في السيناريو حقي انا ابو سواحل؟ ما يتدخل جيمس. هذه ما اقدر للأمانة يا شباب، بعض الحين لازم يكون فيه جيمس صدق. هذا من اعظم السيناريوهات اللي صارت والله، انه من اعظم السيناريوهات. لو ما في جيمس بفلم. ايوه خصو الجيمس ما... لازم مع بسويح الجيمس. طيب اسمع يا رب. اسمع سعد اطلع من البث. بنحدد سيناريو، بنشوف افضل شخصية لك وش تكون. لازم نرجعك بشخصية كويسة والكل يكون راضي، يعني تكون كويسة يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارجع فيها بسرعه بقى. انتم تختارون الان تمام. دقيقه غير الميو بموت انا. دقيقه غير الميوزك. عندنا سيناريوين نقدر نرجع فيها. وانتوا باكم تختارونها. بقول لكم انا بس اصبروا. والله هني نسيت الميوزكات نسيت كل شيء. يا غايب بالله انا الغاطر سلام ردي علي يا زلمتي سلام سلام سلام. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you- نسيت الميوزيكات يا شباب. عندي يا شباب اسمعوا سيناريوين. السيناريو الاول هو شامان حمزة يرجع مع رجعة ايجنت اكس مع الشباب مع سعد مع المدري مين مع ابو فهد محمد اللي هو سيناريو شامان. وعندنا سيناريو الفا اللي يكون مع بي تو ويكون مع الوزارة بشكل عام ويكون ويكون. فأنتم اللي بتحددون وش اللي تبونه يعني يكون بالفترة القادمة كمان حمزة ولا ألفا. بس أنا في الحالة على بال اساسا انا بروح الله يكرمكم دكتور قدرت 100 وجي. هذا سيناريو شامان حمزه اللي ما اتوقع موجود اللي فاك مخي ستيف العسكري صدق عليك وانا داخل المستشفى يا إمعة. لانك طلعت من المستشفى يا غدار يا إمعه يا غدار التزم بالصمت. دقيقه التزم بالصمت. دقيقه بالله لا ما بيسمع نفس ما بيسمع نفس خلاص بتكلم مع ربعي. دقيقه يا جماعه اهمسوا اسمك اسلم ايكون عادل مثلنا مغصوب كنا تحت تهديد ولا مستنسخ مستنسخ مستعيد الجلسات كلنا الثلاثة لا 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 مستحيل 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 حتى فيكتور منا مستحيلة. الرجال في بلا. الرجال كان يدافع عننا كان يرقد فيكتور وفيكتور 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 يعني وصل يوم اطلاق النار كان موجود هو. فمستحيل مستحيل الرجل يعني فجأة يقلب مغصوب مستحيل. ممكن ولا مستحيل حتى مغصوب
مستحيل ما لنا لا حنا نبي نطلب رقم أو نبي نطلب اتصال نبي ندق على فيك إيش اسمه ستيف هو في شيء ترى ناسيه الحمار داش كام حشته ناي يومنا يتكلم أيوة وأنا بخليه لين آخر رمق عشان طلع شكله قدام فيكتور زي الزك عندي الداش كام حقته وعندي التصوير يومنا أصوره يقول كل شيء قبل ما أدخل عملية طيب أنا اللي فاك مخي ستيف العسكري ستيف العسكري وينه لو ندق عليه لأنه هو الرجال يعني واثق مليون بالمية أنه هم اللي يطلقوا عليه النار يوم كنت معاه أنت تذكر طيب. يوم يتكلم ويقول انه ما يطلق وا الى اخره فهو أيه. اكيد عارف اساليبهم حتى هو يقول لا تجيبون طاري لا قريب ولا بعيد انا اخاف اتاذى اخاف احد احبه يتاذى وما ادري ايش خلونا نجيب قدم الدنيا عجايب في عجايب يا سلام وقف انظر من يسود من يحب اثنين ما عمره هوى من يحب اثنين ما عمره هوى والله انا حبيتكم يا حبيبي عارف موقع هذا وش شامان طيب شامان عارف ايش بيصير هنا شامان طيب محكمة يا جماعة طيب اي شيء قانوني ما في اي شيء قانوني رجاء يكون عندنا شيء نقوله للقاضي طيب انتو تكفون لا يوصل الموضوع ان نقول ادخل موجة يا عسكري موجود لا يوصل الموضوع ان نقول اذا كان خصمك القاضي هو انت قاضي ارجوك انت تدري شو المشكله يا شامان شو المشكله انت نقزت كل القضاء انت تفاديت كل شيء قانوني انت بتمشي بطريقه غير قانونيه يا شامان كنا نحاول معك كنا نحاول نعطيك فرصه ولكن يا شامان الفرصه انتهت الفرصه راحت يا شامان ما كما اقول الا الله يرحمك من مدري
في حال تحولت المسألة إلى مسألة شخصية أنا بكون الشخص اللي بأنفذ الحكم، لأنه لو تطرق الموضوع إلى محكمة بتطول الإجراءات وبتزيد لو الأخير راح حق مين؟ حق الناس. اتفقنا؟ فأعرفكم على شامان ومن معه. قتلوا عساكر، أنهوا حياتهم بشكل نهائي، حرموا أهاليهم، أعدموهم بدم بارد، كذلك اللي كان له الدور الأكبر ويشكر عليه عادل إنه فعلا أثبت التهم اللي عليهم، أعطيتهم بدل فرصة أكثر من فرصة، لكن على ما يبدو الوضع صار ضدكم الآن. اسمح لي أقول كلمة، بعطيك والله مجالك تتكلم في لحظاتك. تعدني ما تعدني لين أتكلم. صدقني ما راح أسلبك أي شيء، لكن في الأول الأخير أحب أقول لك تعدم يا شامان، مهما تكلمت حياتك منتهية أنت ومن معك. أهم شيء إن عندنا فرصة نتكلم قبل ما نفقد روحنا. بالضبط. بقول يا جماعة، أيا كنت كعسكري فحقك تأخذ، وصدقني إنك شيء مقدس عند الوزارة قبل ما تكون شيء مقدس عندي. ألو كمل لقطة ولا أوقف؟ الأشخاص هذول كنت آسف تأخرت عليك والله، هني لك حوين لو يشاء وأهانوا وأعدموا وتلاعبوا قتلوا بدم بارد والله هني لك حوين لو يشاء وأهانوا النقطة اللي ما ذكرت فيكتور الآن راح تذكر. طال عمرك فيكتور، الشخص اللي قدامك اللي اسمه عادل مغصوب بشكل كامل على الشيء اللي قاعد يسويها الآن. عندي ما يثبت، عندي المقطع، عندي التصوير هو يتكلم قبل ما يدخل العملية، كان يأمني عليك بكل شيء إلا فيكتور. عندي المقطع اللي يوضح طلق النار يوم جاء، كل مقطع برضو موضح كيف إن إحنا كنا نركض ما معنا أي سلاح ولا شيء، موضح كل شيء في المقطع ان ما لنا علاقه في الطلق اللي حصل بعادل. اعطيته مجال انه يبرر، اعطيته مجال انه يتكلم، اعطيته مجال انه يوضح لك، لكن ما تكلم. فلذلك طال عمرك انا مستعد ان ابرز لك الداش كام تعرف حقيقه الموضوع بشكل كامل. طيب يا عيال والله العظيم ان هذا احلى جو في البثوث، ما يهمني الداش كام. كيف كيف ما كيف ما يهمك الدش كامل؟ الدش كامل اللي تثبت براءتي، الدش كامل اللي تثبت تثبت خيانة اللي وراك، كيف ما يهمك؟ كيف ما يهمك؟ الدش كامل كيف ما تثبت؟ كيف ما تهمك؟ كيف قدام العساكر هذول كلهم اللي تثبت براءتك ما تهمني؟ هنا جلطنا جلطنا يمكن. أو أنك أنت ما تبغاني أكون بريء. تخيل إني قاعد أقول لك هالجملة. شوف الداخلية أغلبها وراك الآن برتب ومسؤولين وقطاعات مختلفة. ما تهمني الداش كام ولا تهمني براءتك الآن. السبب؟ إني أعطيتك بدل الفرص مليون فرصة، فصدقني ما راح أتقبل منك أي طلب لفرصة ثانية. طال عمرك اللي وراك كذاب ومعي الداش كام اللي يثبت براءتي ويثبت إنه هو خاين، كيف ما تهمك؟ إيش رأيك عادل في كلامهم؟ غير صحيح، شخص كذاب. طيب شوف وبعدين تقول إنه كذاب. شوف. طيب شوف يا فيكتور. أظهرك المقطع بس. لا. بظهرك المقطع اللي عندي. غير صحيح، ممكن يكون مزود مقطع. غير صحيح. اعترافاتك اللي قبل شوي في المكتب يا عادل بكامل قواك العقلية وبإرادتك الشخصية صحيح؟ صحيح. هل عليك أي ضغوطات خارجية؟ عادل حسبي الله عليك يا عادل. هل تشعر بأنك أنت إنسان مجبر على الشيء اللي قلته؟ نهائياً معي. وأنت العساكر اللي وراء
ما تحسون في ظلم؟ ما تحسون في غلط؟ ما تبون تتحركون؟ يا فيكتور، نفس الموقف اللي كان يحامي عنك شمال الان هذا هو عادل عندنا عنده المقطع وما يثبت طيب. هذا طيب. شوفه طيب. انت بعدين قرر طيب صدقني ما يهمني المقطع حتى وين كان ما عاد يهمني حتى ولو ركز معي حتى وين كان فعلا كلامه صدقني ما صرت اهتم تدري ليش لاني اعطيت بدل الفرصه مليون فرصه لشامان وما الفرصه الاخيره هذه الفرصه الاخيره صدقني لو بعطيك فرصه اخيره يعني ما اعتقد اني ابدا باسعى يا رجال والله العظيم انكم لكن اقطع الصوت يا شامان طيب طيب, طيب 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 اسمعني مين مشكلتك بتعدمنا اسمع مني ترى رب البيت ان اللقطه هذه كانت فعلا بتكون اعدام هذا اللي كان في بالي انه خلاص بعد ما قلبوا العيال خلاص هذا اعدام يعني ممكن اخر كلمه بس اخر كلمه انا رايح شوف المقطع يا جماعه شوف المقطع بعدها تبي تعدم اعدم بس لا تموت لا يروح دمنا هدر انت شوف بس احنا ما نبي منك الا انك تشوف فقط لا غير طيب منكم شغله واحده بس اقوالكم الاخيره مع بعض يعني اذا عندكم كلام توجهون للبعض وجهوا الان لكم دقيقتين بالضبط ما انا دقيقتين يعني لازم نعد له تكلموا بسرعه قول اي شيء قول اي شيء قول اي شيء قول اي شيء ايش طيب وخروا عننا عشان بتكلم انا اعطني اقول نفذ لي بتكون فرصتكم الاخيره تكلموا شمال طيب احنا طيب الو هذا سماع خربت تكون فرصتكم الأخيرة تكلموا شمال عشان الميوزك فيها كبيرات طيب احنا هنا يا جماعة احنا هنا يا جماعة يا الله تكفون احنا هنا يا جماعة والله ما قاعد واقف محمد امش فكتر الحالة لا يروح اسمع هذه الصدمة لا يا شمال الكربي كلبش فكتر امسكه فيكتور ساعدنا وفينا يا فيكتور شل الفوضى شل اللي قاعد يصير فيكتور ايش قاعد يصير كم معي داش كام يا فيكتور مرحبا يا فيكتور خلصت كلامك كم معنا داش كام كيف تبغى تعدمني ومعي داش كام تستهبل كلامك ولا لا جاوبني كلبشو يا رجال كلبشو شمال اسمعني اسمعك هذه ترى هدية من فيكتور حاول تنقذ نفسك تفرات آخر فرصة لك يا شمال والله وتالله وبالله إني ما أتنازل عن دقيقة واحدة بعد كذا في إثبات براءتك أقسم بالله العظيم لو تواجهت أنا وأنت مرة ثانية في موقف أنت فيه لو مشتبه فيك نسبة 1% أقسم بالله العظيم إعدامك على يدي أنا بطريقة قانونية وبشهادة الجميع أنا ما ضيعت دم العساكر هذول كلهم إلا عشان أثبت شغلة واحدة في اسم CIA أبغى أثبت أقوالك ضدهم هذا واحد اثنين الأجنت إكس أبغاه ميت يا عيال اللي يجيب الميوزك هذه اللي شغالة بنعطيه VIP لمدة إلين أسافر يعني الأسبوع ذا كله راح يكون عنده VIP إلين أسافر عند أمي بالمهمة هذه وكلتها لك أنت شخصيا بعدهم ذلك تلعب ما جاني خبره دقي لا أطلت وكنت آخر الدنيا وضحت يلا توفيق ولا أشوفك إلا ايجنت اكس وهو على يدك شامان ميت شامان ترى معي لحظة تركوني أنا وشامان ومحمد استحيل يا أبو سارة اللي قاعد تسوي صور لي الآن صار كله صور العسكر وهم مسقطين وصور فيكتور هو جنبهم صورهم لا تثق في أحد
ايه دقيقة بدر، ابغى ما ابغى البلاي ليست كله. يمه بدر انت بلاي ليست كامل، انت بدر شكلك بتكافئ. اصبروا. ايه هذه؟
يمه 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 يمه. اسمع اسمع دقيقة خلينا نروح الإعلان اصبروا. احيانا بصحى عادي لكني ما ادري ويني، اتوقع ان اسراري تقتل غيري لو في غيري. تبلل تخبط نبضة تخفق بسرعة، كم كلمة وجه قالت وطالت مسكت السمعة. بس بكرة الحق يبان لما بابي بيت مخلعة، ويقولوا مات من كلمة يبي ينساها زاد الجرعة. هل لو مت روحي تخسر راحة وسط الجنة، درب طويل لتحت مين في الرحلة بيرافقنا غير عملنا. اللي يعرف ما بيجمل في الليلة ملنا نجمع لكن ما بنكمل. سعادة تبتعميه كل عايل تبتحميه، يستنفر السمع سوادي ليه اللون يعنيه. الرابر داش فيه هاك اكتئاب ايش فيه، طبيعي ما تفهم وضع انت عمرك ما عشت فيه. ودي اجيك اساعدك وانا عارف ما بتجيني، ودي اجيك اساعدك انا عارف ما بتجيني، عارف ما بتجيني. يا شباب تبغون اقول لكم من افضل رابر لي عربي، افضل اي هذا اللي انا مستحيل اني اسافر اي سفره وما اسمعه، مستحيل اني اطلع من الشارع، يعني اطلع الشارع ولازم اسمع له. بلاك بي، بلاك بي عظمة يعني لنا يا العرب، والله العظيم عظمة أعطيت لنا قسما بالله العظيم. إنسان 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 يكتب يكتب حس يكتب، يا الله كيف قاعد يكتب، والهندسة الصوتية عظيمة. زيد شي ثاني، زيد زيد شي ثاني، زيد جاني فدته. بس بلاك بي الأغنية هذه لو تركزون بكلماتها بعدين لما يمكن أقرر نزل قصتي، بس إنه حاليا تقريبا 95% ما رح تنزل قصة. يا عيال القصة، القصة حزينة يا عيال، القصة حزينة. السلام عليكم، كيفك عساك طيب؟ بسألك سماعتك شابكها على طول على المكسر. صلنا اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد، يقول صل على النبي، صل على النبي الربع فهودي. ايوه شابكها على طول على المكسر. يا عيال ما اقدر انزلها لانها مرة مرة حزينة، بتقدرون انتوا تقولون. بنشوف الفا والموستنج السوداء، هرمي لي هذه اللحظة. والله انك تبشر يا رمك RMKSX، والله انك تبشر يا الشيخ. بس الموستنج ما ظنيت انها موجوده للاسف. يعني ابغى اخذ رايكم بس بشيء، لما جيت بصور قصتي قلت لها ما بصورها في غرفتي، ما بصورها في مكان، لا لا ابغى اصورها في مكان يعطي القصه جو، ابي مكان مظلم زي كذا. قعدت افكر في مكان، روح انا والله العظيم انا اللي اخترت المكان، انا اللي اخترت كيف تكون الزاويه، اخترت الاضاءه كل شيء. اللهم ان جاء ابو الزير محمد هو اللي بس وزع الاضاءات زين على المكان، اخترت كذا. ابغى اللي يشوف القصه يدخل في الاجواء. يا اخي ليه تعطوني باند؟ اسف يا لوكس بس المودات اعطوك باند اكيد انك مخطئ او مسوي شيء غلط او مخالف القوانين. دقيقه يا بدر، دقيقه اول شيء، دقيقه قاعد يحمل ذا، شوفوا ها هذا قاعد يحمل. انا ليش قاعد انتظر عشان انت هذا قاعد يحمل؟ خلاص باقي يعني ثواني بسيطه بس. تايم اوت مو باند يا لوكس يا حبيبي، ينفك بعد شوي. وش نبي نسمعها؟ طلبة أسامة ما أقدر يا ثوثو. خوفك من القصص الحزينة إنه نظرة المتابع اللي لما يشوفك يشوف الإيجابية تصير لما يشوفك يحزن أو يشفق، ما نبغى هذا الشيء صدق. يعني المتابع اللي كان يجي لما يشوفني يرقص يناقز يضمني يصير يجي يشوفني حزين، ما أبغى هذا الشيء عادي خلني. عليكم السلام، أهلا جوهرة. يا ريك شوف الواتساب بسرعة، ارسل لي نقطة واتساب بقول لك شيء بسرعة ضروري، يخصك انت بسرعة. تحمل باقي ثانيتين ثانية. تحمل. والله العظيم ما يا اخي الصوت كله.
بجيني وذي عشيك أسادك. المقطع 26 دقيقة والمقطع الثاني 30 دقيقة، يعني القصة ساعة. إذا بنزلها لازم أقصقص الأشياء اللي مرة كئيبة أعطيكم القصة العادية. ترى أرسلنا أيوة تعال. شكرا على الاشتراك. عموما يا جماعة الخير، أكلي وصل وبثنا بكرة مثل ما اتفقنا. أبشر بالخير. فيما يخص المقطع، تبون المقطع صدق، تبون القصة صدق منتجها وانزلها. أنا أساسا ما عندي مقاطع الحين، العيال كلهم مو موجودين زي كذا. إذا تبونها تنزل اكتبوا واحد. لازم منتج، لازم يا عيال لازم منتج يفهم بالقصص، لازم أبو منتج حزين يضيف للمتعة متعة. تكفون اللي يعرف. طيب ايش رايك في التصوير والزاوية والمكان وكل شيء؟ اجل ابشر بالخير، بشوف لي منتج جامد. سالفتي وش مها؟ اطالب رياكشنك على مقطع ملس. مها مستحيل الحين، مستحيل الحين، لازم اقفل الان، لازم اقفل. بس بكره وعد تم، انا ودي اشوفها ويمكن اخونكم اشوفها بدونكم، بس اني بشوفها معكم بكره افضل. حبايبي بوديكم عند نوابه، ما قد زرناه. بكره يا شباب اللي ما يحضر، اللي ما يحضر ما ندري شو نقول له، والله انا ما ندري، لكن نفوت عليه متعة يعني. احبكم جدا. وبيننا بث بكره يا حبايب، جزاكم الله الذي لا تضيع وداعا في أمان الله. إن شاء الله أني ما كنت معكم إلا خفيف وعلى قلوبكم ودعتكم.